يوم 29 مارس 2012 هتعقد قمة عربية في بغداد، طبعا أكيد لمناقشة ثورات الربيع العربي وخصوصا الوضع الحالي في سوريا. إبادة، قتل، عدم توازن، كثير من المجتمعات السياسية في جميع أنحاء العالم عاملين يتكلموا على سوريا. قمة عربية هيناقشوا الوضع العام في البلاد العربية. معايا في الفقرة الأستاذ سعيد عكاشة، خبير بمركز دراسات سياسية بالأهرام. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. نهارك سعيد يا فندم. صباح الخير يا فندم. خلينا نتكلم عن القمة اللي هتقام في بغداد ونعرف كده من حضرتك ايه اهم، يعني ايه اهم النقاط اللي في الاجنده، يعني ايه الاجنده بتاعتهم؟ هو طبعا القمه منذ فتره بتعقد دوريا بغض النظر عن في احداث او ما فيش احداث، بتعقد في ميعاد ثابت. لكن طبعا المره دي الاجنده يعني مليانه بالقضايا الصعبه جدا، التطورات في المنطقه العربيه وفي والاوضاع غير المستقره في اكثر من بلد عربي بعد الثورات اللي بدات في اواخر عام 2010 في تونس وما زالت بعضها الى الان مستمر. اعتقد ان ده البند اللي هيهيمن على كل البنود، حتى البنود اللي هي التقليديه عن التعاون وعن تفعيل التعاون العربي، يعني هتبقى مساله مش ظاهره قوي في الاعلام قد ما هتظهر مساله كيفيه معالجه الازمات في المنطقه العربيه بعد هذه الثورات. او التعاون ازاي يعني اذا كان في بعض البلاد ما زالت الدكتاتوريه العربيه هي اللي بتحكم، اكيد مش هيبقى عايز يتعاون مع دوله فيها حراك حقيقي سياسي نحو ديمقراطيه، فهو مش من مصلحته ان هو يحتك بمجموعه من البلاد دي اصلا الفتره دي، خوفا على شانه يعني. اصلا بطبيعه الحال يعني على الاقل لما حصل الجامعه العربيه خدت قرارات مثلا بارسال بعثه مراقبين، خدت قرارات بادانه سوريا، كان في دول عربيه رفضت انها توافق على هذا القرار لانه الكل ينظر الى نفسه على انه مرشح انه يحصل اللي حصل في سوريا او على الاقل يحصل اللي حصل في تونس او مصر، يعني تبقى ثورات اما ناجحه او نصف ناجحه او ثورات لم تنجح حتى الان. فبرغم كده ما بيقدروش يتجاوزوا فكره مؤسسه الجامعه العربيه وفكره القمه العربيه لانها بتخفف الى حد ما ما بنقولش طبعا من فكرة الصدام، يعني انك بدل ما تقعد تصطدم في ميادين القتال اصطدم على الاقل بالكلام. نعم. يعني انا هسميها المكلمة السنوية بتاعت الجامعة العربية، لكن هل نتوقع انها تحل حاجة؟ ما اعتقدش انها تقدر تحل حاجة. طب استاذ سعيد، الى متى السوريين بيتقتلوا؟ يعني لغاية امتى طيب هنفضل شايفين المنظر ده؟ يعني شايف الحل فين؟ مع الأسف الوضع السوري معقد جدا، يعني يمكن اللي ظهر قدام الجمهور أو الناس نظام استبدادي بيقتل شعبه، إنما الموضوع أعقد من كده طبعا، يعني دي جريمة نقراء محدش يقدر يعني يوافق عليها على الإطلاق. لكن سوريا بلد بيحكمها أقلية مذهبية بتدين بالمذهب العلوي لا يشكلوا غير 12% من السكان، بينهم وبين السنة طار تاريخي. سقوط النظام مش سقوط نظام زي سوريا ولا زي تونس او مصر او كده، ده معناها احتمال ان تتعرض هذه الطائفه لمذبحه نتيجه الطار التاريخي اللي بينهم وبين السنه. ايضا لدى العلويين تطلعات منذ الثلاثينات في القرن الماضي لاقامه دوله خاصه بهم، وفعلا اقاموا دوله في فتره استمرت يجي ثلاث سنوات من 33 لحد من سنه 31 لحد 34. فالوضع في سوريا مش هيتحل في اعتقادي انا شخصيا غير بانه هتبتدي الامور تتحرك اكتر نحو حرب اهليه. النظام مش هيسقط بطريقه حتى القذافي، يعني هيقاتل وممكن ياخد لنفسه مكان او الجبال العلويين ويتحصن فيها، ولديه الاسلحه ولديه كل موارد الدوله في ايده يقدر يعمل ده. ده لو السيناريو وصل لاقصاه، انما سوريا على المدى المنظور مرشحه لحرب اهليه اكتر. طيب. يعني في حوار على انه يعني اللي بيحصل بما احنا اتكلمت عن مكلمه او المكلم خانات بقى، انا هيضم المكلمات كلها في اكتر من مكان، يعني اذا كان على مستوى الدول يعني البلاد الاوروبيه، الامم المتحده، البلاد العربيه، كله بيتكلم على اصلاح، على بشار الاسد ياخد بعض الاجراءات الاصلاحيه، تعديلات حقيقيه في النظام وما شابه، وان كان مش ده مطلب الشعب. يعني مطلب الشعب يريد اسقاط النظام، جمله واضحه وصريحه، واللي ما بيفهمش يبقى ما بيفهمش.
فبالتالي الإصلاحات مش هتعمل، يعني أيا كان نوع الإصلاحات اللي هيقوم بيها بشار الأسد مش هتشفي غليل الناس، مش هتاخد دم الناس اللي راحت، مش هتبقى حلول أيا كانت قد إيه حلو. حضرتك شايف المخرج إيه يعني؟ أنا هقول لحضرتك، يعني هو حتى اللي بيتكلموا على إصلاحات في النظام السوري زي روسيا، روسيا لحد دلوقتي مصرة إن يمكن للنظام أن يقوم ببعض الإصلاحات ويستمر. ده الكلام ده كان ممكن يحصل من سنة لما ما كانش فيه زي ما حضرتك قلت كده بقى فيه دم في الشارع، أسر بالكامل أبيدت، أحياء يعني دمرت بالكامل. حتى لو الراجل ده عمل إصلاحات، حتى لو عمل دستور أخلى مدة الرئاسة 4 سنين مش 7 زي ما هو عملها في الإصلاح الأخير، حتى عملها شهر واحد خلاص يعني هذا النظام فقد شرعيته تماما. وبالتالي حتى الإصلاحات لن تشفي غليل الناس في الشارع. وأعتقد أنه جاء متأخرا. الزعيم السوفيتي السابق جورباتشوف قال كده مرة في الزعيم ألمانيا الشرقية في سنة 89 لما طلبوا أنه يعمل إصلاحات قبل ما تحصل، قبل سقوط سور برلين، قال له لازم تعجل بعمل إصلاحات علشان تهدي الأوضاع في بلدك. فقال له أنت بتتكلم في إيه؟ إحنا النظام ده هيعيش 100 سنة. جورباتشوف كتب له في سجل الزيارات التاريخ لا يغفر لمن يأتي متأخرا. وده اللي حصل. بعد شوية رئيس ألمانيا الشرقية اللي كان بيقول هقعد 100 سنة كان بيدور على منفى بعد شهرين. يدور مع المنفى يروحوا. الأسد مختلف، الأسد هيقاتل هو وطائفته حتى لو كان التمن تدمير سوريا بالكامل وإيقاعها في حالة فوضى شاملة. أستاذ سعيد، دلوقتي القمة دي هتناقش الوضع العام في الثورات العربية والربيع العربي مش بس سوريا طبعا، أهم الحاجات للمشاكل اللي بتحصل في سوريا دلوقتي. يعني تتفق معايا أو تختلف في إحساسي أو إحساس كثير من الشعوب العربية إن في توجه لوجود إمبراطورية للإخوان المسلمين. مصر الإخوان المسلمين هي اللي ماسكة، تونس بشكل كبير الإخوان المسلمين، ليبيا متواجد بشكل واضح الإخوان المسلمين، أي اليمن بشكل واضح برضو الإخوان المسلمين. هل الثورات العربية رايحة لإمبراطورية إسلامية؟ وخصوصا بعد ما قريت النهاردة الخبر اللي موجود في جريدة الأهرام أو المصري اليوم مش فاكر بالظبط، من وزير الداخلية بيحذر في الإمارات، الإمارات العربية المتحدة، بيحذر وزير الداخلية من أن أي حد يكون تابع للإخوان المسلمين ده يبقى معناه أنك أنت ضد بلدنا. يعني معناه صح يعني دول الخليج خايفة من أن تقوم ثورة. صحيح. هل تتفق معايا ان في اتجاه بشكل او باخر بسبب او باخر ان يبقى في امبراطوريه؟ هو طبعا حلم الاخوان المسلمين تحديدا حسن البنا في مذكراته الدعوه والدعيه قايل ده بوضوح، نحن نسعى لاقامه خلافه اسلاميه في كل الدول الاسلاميه. ده احد مبادئهم. محمود غزلان احد قاده الحركه الجماعه حاليا قرر انه الجزء الاستراتيجي في برنامج الجماعة هو إقامة الخلافة. لكن الحلم حاجة والواقع حاجة تانية. تمام. إخوان المسلمين مشكلتهم إنهم ما قروش التاريخ كويس، ما زالوا بيفكروا بطريقة قديمة جدا، فشايفين الوضع الحالي كأنه الوضع اللي كان في العشرينات لما أسست الحركة سنة 28. حصلت متغيرات كثيرة، مجتمعات دخلت على الحداثة، شباب أصبح معلوماته up to date على طول الوقت ثانية بثانية من خلال الميديا الجديدة، من خلال الانترنت وتويتر. هم كل ده مش في بالهم. لأن اختلف مع حضرتك معلش قبل ما تكمل كلامك، لأنه لا الواقع بيقول أنه الإخوان المسلمين على قدر كبير من المعرفة والثقافة، اختلفنا واتفقنا بقى معاهم بيستخدموها في إيه يعني، بس هم على قدر كبير من المعرفة والثقافة وذو خبرة، وذو خبرة سياسية. لو بنتكلم فعليا دلوقتي حتى على مستوى الشارع، يعني لو بنتكلم على كل مولات الكمبيوتر كلها إخوان مسلمين. لو بنتكلم يعني لو بنتكلم على تويتر وفيسبوك هذه كوسائط، هم عندهم خبره ودرايه عاليه جدا. في فرق بين انك تستخدم الاله وبين انك انت تبقى وعيك يعني مواكب للاله نفسها. ما ينفعش انك انت تيجي تعمل لي نظام انت نفسك بتتكلم على نظام اشبه بنظام القرون الوسطى وعايز توظف فيه الادوات الحديثه. الخميني لما عمل ثورته واستخدم الكاسيت، بس في النهايه اقام نظام ينتمي للقرون الوسطى ودخل بلاده في مشكله كبيره، صراعات في كل حته،
وحرب طويلة مع العراق، ثم دخول في مواجهة مع الأمريكان حوالين المشروع النووي، في النهاية دمر موارد وإمكانات بلده أساسا على مغامرات خارجية. الإخوان حينما أتكلم على أنهم عندهم مفارقة تاريخية، هم يستخدمون زيهم زي غيرهم الأدوات الحديثة، بس في فرق بين حضرتك تستخدمي الآلة ووعيك يتطور معاها، وبين أنك تستخدمي الآلة ووعيك مجمد أساسا. ما ينفعش أنك أنت تعملي يعني إيه زي ما إحنا بنسموه، تجيبي واحد لابس يعني خواجة وبعدين تروح ملبسها عمة، ما هو يعني هيبقى شكله مسخرة في النهاية. فالإخوان لم يطوروا مفهوما حقيقيا لفكرة الدولة الحديثة، ما زالوا لحد النهاردة بيتكلموا في تطبيق الشريعة حسب مفهوم ضيق جدا، لا يراعوا حتى التطورات الحديثة، لا يراعوا فكرة أنه بلد في مرحلة انتقالية تحتاج إلى أنه يبقى فيه نوع من التوافق والائتلاف، لكن ده هم مسرعين على السلطة. يعني يعملوا هفكرك بخمس ست وعود قالوهم وتراجعوا عنه، تراجعوا عنهم يعني هم؟ يعني هم أول ما الثورة نجحت قالوا احنا مش هنرشح غير 30% من على مقاعد 30%، راحوا مرشحين بعد كده على 100%، قالوا احنا مش هنعمل في الدستور غير بطريقة توافقية في الآخر، وقالوا هنعملوا 30% من البرلمان وبعدين 40% يعني وصل ل 50 أساس، قالوا مش هنرشح مرشح رئاسي، دلوقتي بيقولوا احنا احتمال بكره حضرتك الشطر. يعني انت بتتكلمي بس هو تاريخيا لما الاخوان المسلمين بيغيروا في اقوالهم وافعالهم طول الوقت، يعني ده جميل تاريخيا من ايام حسن البنا، بيقولوا نعمل حاجه ولا مش حاجه وبيتحالفوا مع اللي موجود. زمان لما كنت بتغيري كان سهل لان الناس مش عارفه، دلوقتي انت الرد بيجي عليكي فورا، والناس بتروح حطله على اليوتيوب كليب وهو كان بيقول انا هرشح 30%، ويقولوا طب اعتذر بقى انت كذبت في المره دي. ففكره في فرق بين المعرفه، بين ان انا اعرف حاجه وبين ان انا استوعب ثقافه اللي ورا المعرفه دي. الاخوان وكوادرهم لا يستوعبون ثقافه العصر، هم يعرفوا يتعاملوا مع الات العصر لكن بوعي مغاير جدا، وعي قديم، ودي مفارقه هتعمل لهم مشكله اعتقد في السنوات المقبله. لكن هم سايرين في طريقهم للي انا بقوله ان يبقى فيه امبراطوري، حلمهم، لكن هل الواقع هيسمح لهم بده؟ لا، في تحديات كبيره بقى جدا. معلش التحديات دي ممكن تكون ايه يعني. معلش ممكن اعرف التحديات دي ممكن تبقى ايه؟ هرتبهم لك. النهارده بعد استقرار ما يسمى بالدوله القوميه، الدوله الوطنيه القوميه اللي هي دوله بحدود، وشعب بيقول على نفسه انا شعب تونسي، وشعب تاني بيقول انا مصري، وشعب تاني بيقول انا سوري، هتيجي تقول لي هعمل له منظومه اسلاميه في اختلاف الثقافات، هيحصل تناقضات، هيحصل نوع من التدخل، الدوله الاسلاميه الاقوى تتدخل في شؤون الدوله الاسلاميه الاصغر اساسا. اوعى تتصور ان الشعوب الاسلاميه هتبقى موافقه كلها على فكره الخلافه اساسا. هل شعوب الخليج الغنيه دي هتوافق على فكره الخلافه اللي معناها ان فلوسهم تروح للشعوب الفقيره؟ مش مستحيل هيوافقوا عليها، مستحيل. هل الشعب اللبناني اللي هو يعني اقرب نصه يعني متغرب ويعني مستوعب للثقافه الغربيه هيوافق ان هو يبقى محكوم زيه زي اللي محكوم مثلا في الصومال؟ ما مش هينفع. يعني ده حلم مفارق ما ينفعش انه يطبق ولا يراعي حتى الظروف الحالية. دي نقطة. النقطة الثانية، الإخوان المسلمين يعتقدوا أن التصويت اللي كان في البرلمان وجيب نسبة 46% لصالحهم، وكمان مع السلفيين زود عليهم السلفيين 70%، متصورين الناس كانت منتخبهم علشان الأفكار الخاصة بشكل الدولة، الناس منتخبهم لأسباب مباشرة، عايزين خدمات، عايزين تحسين في أوضاعهم، عايزين يضربوا الفساد. الرهانات دي كلها لو هم ابتدوا ما اشتغلوش على الملفات دي واشتغلوا على الملفات اللي بيتخانقوا عليها حاليا، نطبق الشريعه ازاي وامتى والساعه كام، يبقى خلاص الجمهور نفسه جزء منهم ينفصل عنهم. حاليا كتير جدا في الشارع بعد ما شافوا كميه التراجعات اللي حصلت في تصريحات قاده الاخوان، وكميه الفضائح اللي حصلت بالطريق السلفي وعلى راسها فضيحه البلكيني على سبيل المثال، حصل نوع من الاحباط عند الناس اللي انتخبوهم، حصل نوع من الاحباط لديهم. طبعا انا بقولش ان ده احباط جارف ولا ان ده هيتغير تاني يوم، لكن لازم احطه في الاعتبار ان صورتك اتخدشت، انت كنت مقدم صوره مثاليه وصورتك اتخدشت، صورتك اتخدشت انك انت تطلق وعود لا تفي بها، صورتك اتخدشت انك انت حتى على مستوى المعتقد اللي انت بتروجه بتروح تعمل عمليه تجميل، وانت بتقول للمريدينك ما تعملش عمليه تجميل، ده حصل اساسا، يعني في تناقض حتى جوه، بيقول الستات ما تعملش حاجات، الستات نفسها ممنوع انها تحط روج ولا بتاع، هو يروح يعمل عمليه. الحاجات دي ما نستهينش بيها لانها ثابت اثر في نفوس الناس، انه الناس دي مش اونست قوي،
يعني ممكن يكونوا ناس عاديين هم بيستخدموا الإسلام كوسيلة للوصول للحكم، لكن هم نفسهم أشخاص عاديين ممكن يكون عندهم نفس النزعات اللي عند أي بني آدم فيها الشر وفيها الخير برضه، بني آدم زيه زي بني آدم. هالة القداسة اللي كانت على هذا الطيار بدأت تتخدش نتيجة ممارساته، نتيجة وعوده، نتيجة أنه على مدى مثلا فترة في أيام المواجهات في ميدان التحرير كان الإخوان المسلمين بينسحبوا ويسيبوا ناس تضرب أحيانا. خش على موقع الجماعة وشوف بعض قادة الإخوان زي البلتاجي كان سائر جدا على أنه في خيانة للثورة المصرية من قبل الإخوان المسلمين. كل الحاجات دي هتسيب أثر في النهاية، صحيح نعم مش هتسيب أثر بكرة لكن هتسيب أثر على المدى البعيد. طبعا كلهم كانوا محظورين، ده كان مديهم برضو وده بالظبط ده في حد ذاته كويس انهم نزلوا بقى للساحة في ناس تشوفهم كبني آدمين. هالة القداسة اللي كانوا عاملينها حوالين طبقوا بينهم وبين الإسلام. لا الإسلام حاجة وانتوا حاجة تانية أساس. هزود بس على حضرتك، حضرتك بتقول انه الناس اللي انتخبتهم علشان متوقع ان هم يشيروا الفساد ومشابه، بس كمان احنا شعب متدين بالفطرة. انا اعرف يعني اعرف اقباط يعني مسيحيين انتخبوا ناس من الحرية والعدالة لان هم متدينين، فبالتالي احنا كلنا شعب متدين فعايزين اللي يحكمنا بما يرضي الله، الجملة الدائمة ده صحيح ده صحيح. فحتى في ده احنا منتظرين نشوف تبعاته ايه الفترة اللي جاية، يعني محتاجين على مدار الوقت. يعني انت دايما عندك يعني نماذج من الدعاء، نموذج متطرف جدا وفي نموذج تاني يعني مهادن جدا او معتدل جدا او عصري جدا. هتحطي عمرو خالد ومعز مسعود في جانب، في قدامهم وجدي غنيم وفي ناس بتقول كلام متطرف جدا وعبد المنعم الشحات يعني في ده وفي ده موجود. الاسلام يتسع لكل هؤلاء، لكن الشعب المصري عنده الحس البركباتي، تدينه تدين وسطي مش تدين متطرف. لا هيلجا وقتها انه يجرب دول من شرعيتهم اللي هم المتطرفين ويذهب الى داعيه اكثر اعتدالا ويبقى برضو مسلم، هو كده ما غلطش اساسا. يعني احنا عندنا في الريف المصري يقول لك حطها في رقبه عالم واطلع سالم، يعني ده ده ده, ده المثل الشعبي بتاعنا، حطها في رقبه عالم واطلع سالم. يعني انت اي موقف بتعمله، يعني حضرتك هتروحي واحد مثلا طلق مراته او قال لها انت طالق مثلا، يروح هو مش عايز يطلقها، يروح العلم اهل العلم يروح يعني يروح للشيخ، فالشيخ يقول له لا انت طلقتها كده ولازم تروح تعمل عقد جديد. يروح لواحد شيخ ما يرضاش ياخد منه الفتوى، يروح لواحد شيخ تاني لحد ما يوصل للشيخ اللي يقول له لا انت طلقتها في حاله غضب، يبقى ما ينفعش. يعني هو بيدور دايما على صحيح بيدور على عباءه دينيه يخرج بيها لكنه ما هوش متطرف، على العكس بقى ان المتطرفين الموجودين يكسبوا مؤقتا في ظروف ازمه اقتصاديه. لكن استاذ سعيد خلينا نتكلم في نفس الموضوع بس بشكل تاني. دلوقتي خلاص موجودين على الساحة، هيعملوا الدستور، هيحطوا اللي هم عايزينه في الدستور، وكثير من الآراء في الشوارع الشارع العربي مش في مصر بس، نديهم فرصة لأن هم بقالهم سنين نفسهم إن هم يثبتوا وجودهم وكده. طيب وكان الهم الأساسي هو الوصول للسلطة زي ما حضرتك قلت، وتكملة أنا بقول إنه في إمبراطورية. أخبار المام إيه؟ أخبار الشغل إيه؟ هي دي بقى اخبار الاقتصاد ايه؟ ده اللي انا كنت بتكلم عليه من شويه. هل هيبقى في مثلا ربنا هينزل ربنا هينزل فلوس مثلا من السماء حضرتك؟ هل الفلوس هتنزل من السماء؟ هل في بلاد تانية هتساعدنا بشكل او باخر بدون علامه استفهام ان يبقى في شروط معينه؟ ده هيبقى واضح ازاي في الفتره اللي جايه؟ هم اللي بقول لك ما يسمى بالحكم، انا بسميه الحكم الاسلاموي، ما هوش اسلامي. اسلام اكبر من انه ينسب ليه مجموعة طيارات ممكن أن تكون مخطئة أساسا. احنا مش عايزين بقى لما هم يغلطوا يتقال كلام زي اللي اتقال في القرن 19 الإسلام هو السبب. لا ما احنا هنفصل الإسلام حاجة وهم حاجة تانية. تمام. هم متأسلمين، هم بيلعبوا دور استخدام الدين في السياسة أساسا. دي لعبة خطرة وحتى يعني لا ترضي الله نفسه انك انت تستخدم كلام مقدس في لعبة يعني قانونها هي المنفعة وقانونها هو الخداع أساسا. تمام. يعني فاحنا نجرد الاسلام حاجه وهم حاجه ثانيه. عظيم. هم الى الان كسبانين، اقنعوا في عندنا ناس بسطه كتير مصدقينهم ماشي الحال، لكن مع الوقت اساسا حضرتك قلت عليه بقى المام اللي هو هو هيحاسبه على ايه؟ هيقعد يقول له هيسمعه شهر شهرين وهو بيقول له هنعمل دستور اسلامي، بس لو دستور اسلامي اللي هو متصوره وهو في حياة مش دستور اسلامي، ده دستور لتكريس حكم رجال دين متطرفين. لو عمل هذا الدستور في تعطيل في كثير من أمور البلاد،
اقتصاد هيتدمر، معونات مش هتيجي، استثمارات مش هتيجي. لما تعمل انت مشكله في جوه المجتمع وتبقى ضد الحريات العامه ويبقى ده توجهك، تمام، اكيد هتخسر حاجات كتير جدا. تمام. وقتها بقى الشعب المصري بطريقته اللي هي من عبر الاف السنين بيخلق دعاته الجدد المعتدلين، نعم، اللي هم برضو بيقولوا له انت ما زلت متدين لكن حياتك من حقك انك انت تحلها. استاذ سعيد عكاشه الخبير بمركز الدراسات، مركز الاهرام للدراسات السياسيه، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده يا فندم. شكرا يا فندم، شرفتنا يا فندم. شكرا. ده كان يومنا النهارده، ومبسوط ان انا نزلت معايا لاني بقالي كتير ما نزلتش معاكي. انا كمان والله. نشوفكم بكره في يوم سعيد جديد ان شاء الله، غدا هيبقى 23 مارس 2012. نهاركم دايما سعيد. صباح الفل.